مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة في سلسلة حلقات أفكار الأستاذ، أستاذنا الدكتور جودة عبد الخالق عالم الاقتصاد الكبير. مساء الخير معالي الدكتور. مساء الحرية لكل السادة المشاهدين ولكل الناس في كل مكان. ربنا يخليك معالي الدكتور، وبالذات الحتة اللي في بالي فلسطين ربنا ينصرهم إن شاء الله. أنا الحقيقة مش عارف، عندي 1500 سؤال على موضوع، ولكن يعني أختصرهم في سؤال. نقسم الـ 1500 نقسم الـ 1500 أنا الدهشة تعقد لساني، يعني أنه هنا في الوضع المصري وهو موضوع حلقتنا، لم يمضي أكثر من 3 شهور، أقل من 3 شهور، على ما اعتقدنا أنه انفراج في الأزمة الاقتصادية المصرية الكبيرة، حتى عادت مؤشرات الأزمة الاقتصادية تطلب رأسها في أشكال متعددة جدا. تمام. انفلات كبير في أسعار سلع أساسية مثل الأدوية، مثل الطاقة، تخلي عن دعم بعض السلع، انقطاع في الكهرباء، رفع سعر الخبز، ما أنا بقول في التخلي عن الدعم إلى آخره. أنا علشان لا أطيل، يعني أنا الأول يعني لأن حضرتك هنا في هذا البرنامج وربما في منصات أخرى حذرت من أنه نحن لم نتجاوز أزمتنا، لا تتفائلوا، ما زالت أسباب الأزمة قائمة. عاوز أسأل حضرتك الأول على الأوضاع اللي موجودة قبل أن نعود إلى الأسباب، لماذا بعد فاصل قصير جدا مصر بتجد نفسها مخنوقة بأزمة في أشكال مختلفة؟ يعني من قبيل العودة إلى المبادئ الأولية، إذا كان لديك أزمة فلا بد من التشخيص السليم للأزمة، لأن التشخيص السليم للأزمة هو المدخل الطبيعي للعلاج والمواجهة. في تقديري أنه الخطأ الأكبر كان ولا يزال، وأرجو أنه يعني نصحح هذا الخطأ، كان خطأ متعلق بتشخيص الأزمة أنها نقص سيولة دولارية، ليس فقط نقص سيولة في المجمل ولا شح في المتاح من الموارد، إنما نقص سيولة دولارية. وبالتالي لما تم توقيع اتفاق المتعلق بصفقة رأس الحكمة والاتفاق مع الصندوق بعد توسيع التمويل والاتفاق مع البنك الدولي والاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ومع البنك الأفريقي، فأنت فجأة كده طاقت قدرت فتحت، ويعني نزل لك يعني طبقا للتقديرات اللي كانت متداوله وقتها حوالي 50 مليار دولار. A lot of money. ما بين طرفة عيني وانتباهتي. طبعا. كويس؟ طيب. اوكي، لان التشخيص الرسمي، وطبعا مش بس الرسمي، وايضا كثير من ما يسمى خبراء الاقتصاد والمحللين الاستراتيجيين كان متبني يعني ان احنا عندنا أزمة السيولة، وانفرجت أزمة السيولة وسننطلق. هذا هو لب المشكلة. معنى كلامي انه اوكي، جزء من الموضوع كان أزمة السيولة بلا جدال، ولكن الجزء الثاني انك انت كان عندك أزمة على مستوى هيكل الاقتصاد نفسه، وفي عوامل بنيوية او هيكلية كان لابد من التعامل معها والانتباه اليها وضبط الايقاع في مجالها بأدوات مناسبة من أدوات السياسة الاقتصادية، وهي كثيرة. اختزل الأمر كله لأنك بتتعامل مع تشخيص أحادي الجانب، عندي أزمة سيولة وسيولة دولارية بالتحديد، رفعت سعر الفائدة وشلت الغطاء على سعر الجنيه، فشوفنا التطور اللي حصل فيه، وصل كان في مرحلة إلى كام؟ 70 يمكن، وبعدين ابتدى ينزل، دلوقتي في حدود بعد ما نزل حوالي 40 ابتدى يطلع، انما لا جدال، لا جدال ان هناك مظاهر اخرى بخلاف ما حدث على جبهة سعر صرف الجنيه. ولكن اهميه جبهة سعر الصرف انها حاكمه في اقتصاد يعني تقريبا يعتمد لاغراض الاستثمار ولاغراض الانتاج ولاغراض الاستهلاك، اعتماد مفرط على الخارج. وهنا بتيجي مشكلة سعر الصرف، مثل هذا الوضع يكون في حساسية كبيرة جدا لتغيرات سعر الصرف، فأنت خلقت موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار. وهنا أعود لفكرة الإصلاح البنيوي،
في عندك مشاكل. الأسواق كما أشرنا أسواق احتكارية بالدرجة الأولى، هناك احتكارات تعشش وليس هناك مواجهة ناجعة لهذه الاحتكارات، فارتفعت الأسعار ثم عاد بعضها إلى انخفاض، ولكن ارتفعت مثلا 100% وبعدين نزلت 20%، يبقى في المجمل 80%. لما نترجمه بقى لحياة الناس معناها في الواقع نزول بشريحة معتبرة من السكان تحت خط الفقر، هينعكس في مستوى التغذية ومستوى الصحة ومستوى التعليم. وظاهرة مستجدة بالمناسبة قد لا يلتفت إليها الآخرون الكثيرون، اللي هي نوع من رد الفعل لشرائح معينة من السكان بالذات شريحة الشباب لهذا الوضع الاقتصادي الصعب، الجريمة وفي الصدارة منها المخدرات. ده موضوع مسكوت عنه. أنا عندي برضو أسئلة كتير. يعني أنا بس الأول قبل ما أسأل حضرتك عن فأنا بس أوضح النقطة أنه أوكي هناك خطأ كان ولا زال في تشخيص الأزمة أنها أزمة سيولة دولارية، اتضح أنه هذا قصور في الرؤية، وبالتالي الدرس اللي نستوعبه بقى هنلحق ونتعامل مع الجوانب البنيوية لوضع الاقتصاد المصري. وطبعا هنا ممكن عمم حالة الاقتصاد المصري على اقتصادات كثيرة، يعني بنتكلم في مبادئ حاكمة في مجال الإصلاح الاقتصادي. أنا أعتقد أن الفكرة واضحة، بس لو كان في حد بيتابعنا الأول مرة، وإذا كان في حد حتى تابعنا قبل كده بس يعني الخلفية ما هيش كفاية، فأنا أحب أذكرهم أنه الدكتور جودة تحدث كثيرا سواء داخل الحوار الوطني اللي هو مصر على المساهمة فيه، ومن خلال حواراته الكريمة معنا هنا وفي منصات الأخرى، على أنه ليست مشكلة مصر فقط نقص السيولة وخصوصا السيولة الدولارية. نعم هناك نقص السيولة، لكن حتى لو توفرت السيولة سوف تعود مصر تعاني من نقص السيولة مرة أخرى، لأن الأسباب التي أدت إلى نقص السيولة ما زالت قائمة. فنقص السيولة هو عرض وليس المرض. قبل ما أسأل حضرتك عن المرض، أنا بس بيدهشني شوية أنه نقص السيولة ده حتى لو كان التشخيص غلط جاء في 6 مارس تدفقت على مصر حوالي 50 مليار دولار. مفهوم أن بعضها بيأتي في شكل شرائح، فال50 مليار دولار دي تعهدات، لكن ما جاء من هذه المبالغ التي تم التعهد بها ليس قليلا، وإحنا ما عديناش علينا ما عداش على هذه التعهدات يعني أسابيع، يعني بنتكلم على الأقل من 3 شهور. أين ذهب ما جاء من هذه الأموال؟ خصوصا أنا آسف أنه حتى لو كل الأموال لم تأتي، فأحد نتائج القرارات التي تم اتخاذها من تعويم سعر الجنيه ورفع أسعار الفائدة تدفق الأموال الساخنة بشكل كبير جدا، يعني مليارات بتأتي لإقراض الحكومة عشان توفر العملة الصعبة. فلماذا ظهرت المشكلة بهذه السرعة؟ لا يا الأموال جت سواء ما تدفق عبر الصفقات والاتفاقات المختلفة أو عبر السوق مثل رؤوس الأموال الساخنة، كلها جاءت لسد فجوات قائمة. وبالتالي يمكن الأثر الوحيد إنجاز التعبير اللي هو ملحوظ جدا إنها أنقذتنا من التوقف عن سداد التزامات الدين الإفلاس. فده طبعا فضل كبير ان احنا قدرنا نتجنب هذا المصير المؤلم، وان كان برضو عشان يعني على سبيل المقارنة انه لم يكن هذا هو الخيار الوحيد، كان لدينا خيارات. وانا قلت انه لما طالع خطاب النوايا المرسل من الحكومة المصرية الى صندوق النقد الدولي في شهر مارس الماضي، والملحق بهذا الخطاب مذكرة السياسات الاقتصادية والتمويلية Memorandum of Economic and Financial Policies، دي الصندوق نشر الكلام ده كله في وثيقة، وفي صفحة 68 وطالع من الوثيقة تلاقي خطاب النوايا وبعديه على طول مذكرة السياسات. الديباجة بتاعت خطاب النوايا وأول 3-4 صفحات
من مذكرة السياسات بتتكلم على وضع اقتصادي ضاغط جدا يرشح مصر ويكفل للحكومة المصرية نية باسم الشعب المصري التوجه إلى مجتمع الدائنين نادي باريس لنادي باريس لا إلا ما يكون تخفيض جزء من الديون فعلى الأقل تأجيل السداد. جزء أكبر منه. ده موضوع مجال كان مفتوح ومعنى الكلام إنك ما كنتش محتاج تطلق إعلان لسعر الصرف فتهوي قيمة الجنيه كما رأينا من حوالي 31 جنيه للدولار إلى ما يقرب من 70 ثم بدأت ترجع إنما حاليا استقرت فوق 45 مظبوط؟ فوق 45 معناها بتتكلم على في لغة الاقتصاديين تخفيض كبير ماكسي ديفاليويشن خلي بالك مش حاجة مثلا ميني 3-4% وارد أو حتى في حدود بتتكلم على 50% تخفيض في سعر العملة هذا يأتي في اقتصاد شديد الانكشاف للخارج في مجال الواردات لأغراض شتى الاستثمار الاستهلاك الانتاج نفسه وبالتالي عايز أقول أنه أوكي يعني هذه التدفقات حققت نوع من الستر إنجاز التعبير بأن أنقذت مصر من مصير كان واضح جدا وهو العجز عن سداد التزاماتها الخارجية وده طبعا على فكرة عايز أقول أنه لكل من يتابعنا أنه عجز أي بلد عن سداد التزامات الخارجية سواء كانت التزامات دي في محلها في غير محلها يعني لا أساس مش دي القضية لما القضية أنت في وضع عليك التزامات خارجية في تواريخ معينة بالساعة لسداد أقساط ودفع فوائد عظيم التخلف عن السداد له تكلفة اقتصادية ومالية وسياسية عالية جدا جدا وبالتالي طبعا انجاز ان احنا فلتنا من هذا الايه من هذا المصير بلا جدال طبعا عشان بس ننظر الى الموضوع بمنظور واسع شوية ولكن في نفس الوقت حالة الانتشاء اللي اعقبت هذا الوضع وسوء خطأ التشخيص خلانا في حالة من الايه من التراخي ويعني زي ما يقولوا باك تو سكوير وان بيزنس از يوجوال حيث الموضوع كان يقتضي تعزيز الاجراءات اللي اتخذت في المجال النقدي والمالي باجراءات على مستوى الاقتصاد الهيكلي. اذا حضرتك بتقول نقطة مهمة انه احنا كانت المشكلة شديدة بالغة الحجم او كبيرة جدا الى درجة انه كل الاموال التي تدفقت حلت مشكلة فعلا هذه المشكلة هي إنقاذ مصر من الإفلاس أو العجز عن السداد وحضرتك بتقول ده إنجاز كبير ولكن هذا بطبيعة الحال إذا تم إنقاذنا من الإفلاس أو التعثر عن السداد يبقى معناها إن احنا هيبقى عندنا بقى المشاكل العادية ناكل نشرب ننتج بتقول ما فاقم الأزمة أننا شخصنا بشكل خاطئ أولا ثم رغم تدفق الدولارات حصلت عملية انتشاء وكأننا تجاوزنا الأزمة وبصراحة يعني لأن أنا صحفي فأنا أرى أن الإعلام بيساهم إما مجبرا على ذلك أو هو متطوعا في التطبيل لكل قرار تتخذه الحكومة فالنتيجة أن الانطباع العام أن الأزمة خلاص خلصت صحيح. لكن بعد أسابيع قليلة عادت الأزمة لتطل برأسها عادت الأزمة وبالنسبة لي شخصيا هذا ليس مفاجأة ويم لو تذكر في احد اللي انا قلت انه ستطل علينا ما اعرفش بعد كم شهر ولا كم سنه فعلا عندي هنا قلت كده لانه ما نسميه الجذور الحقيقيه او الاسباب الجذريه للازمه لم نتعامل معه وده مربط الفرس اللي احنا لازم نتكلم لكن في نفس الوقت برضه يمكن اللي بيتابعنا او اللي هيسمعنا من المسؤولين بيتساءل ونعمل ايه عارف يعني احنا في يبدو في ورطه خلينا توقعات الواقع افرز تداعيات يعني لا تعزز هذه التوقعات فعلى المستوى النفسي المجتمعي العام في طبعا صدمه في تجليات للموضوع اخرى زي مثلا تكلمنا على ارتفاعات الأسعار ولكن أيضا اضطراب أداء خدمات مهمة مثل مثلا التيار الكهربائي
ده طبعا مش منفصل عن موضوع الأزمة. أقول لك درجات الحرارة العالية في أي منظومة للطاقة الكهربائية أو للطاقة عموما بيبقى معمول في النموذج بتاع الأعمال والتشغيل حساب فترات الزير والطارئة اللي ممكن تيجي، بمعنى أنه لا يمكن للنظام أنه يقع كده، ومعنى يقع أنك توقف الخدمة لجمهور المستخدمين لفترة قد تصل إلى 3 ساعات ربما أكتر. وبعدين بما أني مهتم بالعدالة الاجتماعية عايز أقول الجانب السيء لهذا الموضوع أن وقع هذا الانقطاع في الخدمة كهرباء مثالا أقسى وأشد كثيرا على الفئات محدودة الدخل والمهمشة. يعني تتكلم مثلا على سكان الأحياء الراقية في مدينة، لو خدت مدينة القاهرة، يعني اوكي ممكن ساعة بعض المناطق ما فيش قطع تيار كهربائي خالص او قطع ربع ساعة، انما في اماكن الكهرباء تتقطع على مرتين، مرة ساعتين ومرة 3 ساعات. فهنا عايز اقول انه ده حتى وان لم يكن سعر وحدة الكهرباء اللي الكيلو وات للمستهلك قد ارتفع، بالمعيار الحقيقي هذا يمثل ارتفاع شديد جدا. طبعا ارتفاع شديد جدا. اضيف الى ذلك يعني لو نحينا جانبا هذا البعد الانساني الاجتماعي وركزنا على الشق الاقتصادي، انت لما بتتكلم على جذب الاستثمارات معروف انه وده احد عوامل الترويج للانفاق المبالغ فيه جدا على البنية الاساسية في مصر، ما يسمى المشروعات القومية. قال لك ليه؟ عشان يعني هو لا يمكن المستثمر هيجي إلا إذا كان عندك طرق ولا أخ. طيب حاليا إحنا في وضع وأنفقنا ما أنفقنا على طاقة زي الطاقة الكهربية، ومع ذلك عندي مشكلة في هذه الطاقة باعتبار الطاقة مكون أساسي في عمليات الإنتاج والاستثمار حتى. يعني وانت بتعمل مصنع محتاج للطاقة، مستحيل أي حاجة بدون طاقة، مش كده ولا إيه؟ طبعا. طيب يبقى إذن أحد اللزوميات إذا كنت يعني تسعى إلى استقطاب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي أو المحلي، إنك أنت تأمن إمدادات منتظمة للطاقة. هنا تصطدم بقيد النادي الأجنبي والخلل في سلاسل الإمداد. أخذ في الاعتبار إنه فيما يتعلق بمصر في بعد إقليمي واضح جدا للموضوع، وتقدير انه لم يتم ترتيبه بشكل كف. تقصد ايه بالبعد الاقليمي؟ حرب غزه يعني؟ نعم. تقصد ايه بالبعد الاقليمي؟ البعد الاقليمي ان انا باخد غاز من اسرائيل. كان تبقى الاتفاق طبعا دي حاجات مش معلنه دايما للرأي العام، انك انت ممكن تاخد جزء منه للاستهلاك المحلي. أي. وهتدفع ثمنه في حكم التصدير. عظيم. انما لانك بتاخد من جار اسرائيل في هذه الحاله بين شاولتين، فده بيصر امور كتيره اسهل من انك تستورد الغاز من مناشئ بعيده. حصل على خلفيه ما هو حادث في المنطقه انه انقطع في ابيار خرجت عن الانتاج في هذا الموضوع، فضلا عن قضيه حقل ظهر. ده بالنسبه لي لغز كبير جدا، واعتقد انه يعني موضوع الشفافيه هنا مش يعني احنا لم توضع امامنا العقائق فيما يتعلق بقدرات مصر في مجال الطاقة بشكل يعني شفاف، لأنه الانطباع اللي عندي وأعتقد عند معظم المصريين لا احنا خلاص يعني عندنا أكبر حقل غاز طبيعي في المنطقة وطورنا بعض حقول الانتاج فزاد الانتاج منها، مصر ستتحول إلى مركز إقليمي للطاقة. الحكومة قالت كده، مش انطباع، الحكومة قالت كده. مظبوط. طيب السؤال أعتقد لابد أن يطرح الآن، يعني مش بأسائل طرف إنما بقول عشان نعرف الحكومة. دلوقتي كنا بنتكلم على مشكلة التشخيص صح؟ يعني لابد من التشخيص السليم حتى يمكن أن نوصف العلاج السليم والناجع، فده جزء من العمل. نحن لا نرى كامل الصورة، عايز أقولها ما هي مشكلة الطاقة بشكل تفصيلي. مظبوط. يعني نحن لا نرى ولا نرى جزء تاني من الساق اللي هو مثلا لما نيجي بقى نقول طب نعمل ايه في الحالة دي. وقلنا قبل كده وعايزين نقول النهاردة انه يا جماعة اسرع اجراء تاخده انك انت تشد رجليك في حدود اللحاف بتاعك،
تعبير البلدي كده يعني معناها تتقشف. تتقشف. طيب تتقشف، وطبعا سمعنا كلام على انه وقف المشروعات القوميه اذا كان نسبه المنجز منها اقل من 70 وكلام من دوت جميل، ولكن يعني لا توجد بيانات تحمل هذا الاعتقاد. والدليل على ذلك ان كل ده بيسمى في الوثيقه اللي هي الموازنه العامه للدوله، انه واضح انه لا زال على مستوى الموازنه العامه للدوله عندي مشكله تتعلق بمعالجة العجز، ويتم معالجة العجز بقى هنا جريا وراء صندوق النقد الدولي دعنا نقول والبنك الدولي مجموعة بريتون وودز، سداد العجز على ظهور خلق الله الغلبة انك انت تقلل الدعم، اعتبار الدعم ده مشكلة كبيرة جدا ولازم تتخلص منه، دعم الغذاء مرة، دعم خدمات أساسية مرة، دعم ما يسمى دعم الكهرباء. خلي بالك انا برضو عايز اقول كاقتصادي بقى، كلمة دعم هنا في السياق اللي نتحدث فيه سيد محتاجة لوقفة. ليه بقى الوقفة؟ مثلا ما تيجي تاخد كهرباء، الكهرباء بيقول لك ايه؟ انه انا عندي السعر العالمي مزيج برنت كويس كده في سوق نفط، في حاجة معروفة جدا بيعتبر سعر استرشادي مظبوط؟ مزيج برنت هو مزيج الخام اللي ينتج في حقول بحر الشمال في اللي بين الدنمارك والسويد وانجلترا، عظيم؟ طيب مزيج برنت سعر متوسط سعر الخام عقود معينه تضربه في سعر الصرف اوكي سعر الصرف، وكل ده ياخد 80% له وزن 80% وحاجة تانية متعلقة بالدخل والكلام ده وتاخد ال 20%، وبالتالي كل خلي بالك كل تغير في سعر النفط أو كل تغير في سعر الصرف يعني على طول زيادة تلقائية في الدعم طبقا لهذا المفهوم. طبعا. طيب. حاجة كنت بشتريها ب 31 بقت اشتريها ب 50. مظبوط. ولكن الطريف جدا لما تقرا بقى الوثيقة اللي أنا أشرت إليها اللي هي نشرها صندوق النقد الدولي وفيها الجزء المتعلق ب مذكرة السياسات الاقتصادية والتمويلية Economic and Financial Policies، هتجد نص صريح يقول لك انه حتى لو انخفض سعر البترول عالميا لن نخفض سعر الكهرباء. ليه بقى؟ لا من غير ليه. النص ده ممكن لأي واحد يرجع تاني للوثيقة دي ويراجعه، ده من قبيل الأمانة أنا بقول، ودي مسألة مدهشة بالنسبة لك اقتصادي. إذا كنت أنت يعني النبراس بتاعك هو اقتصاد السوق، اقتصاد السوق يعني انه يعني ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع، مش كده اللي طبعا مش ده السياق بتاع المثل، لما انا اصلا اقول اوكي لما ارتفع سعر البترول رفعت سعر الكهرباء باعتبار انه عايز تقلل نسبة الدعم، طيب لما ينخفض سعر البترول ما هو المبرر للاصرار؟ انا عارف ان في الخلفيه يقول لك اصل دعم الكهرباء كان كبير قوي عبر فتره طويله عايز اعوضه، وانا عايز اعوضه. انا عاوز اسال حضرتك على الاسباب. حضرتك طرحت سؤال المسؤول بيقول طب ونعمل ايه، هسال حضرتك كده بس اسمح لي اوضح حاجه. اتفضل. لانه حضرتك اشرت الى اسرائيل، رئيس الوزراء امبارح، احنا النهارده بنسجل الحلقه يوم اظن 26 النهارده 26 26 يونيو 26 يونيو الاربعاء، المؤتمر الصحفي اللي اعتذر فيه رئيس الحكومه للشعب المصري بعد حوالي سنه من انقطاع الكهرباء عن انقطاع الكهرباء، وقال ان احنا هنعالج المشكله، انما هو قال ان السبب اللي خلى المشكله تتفاقم هو تعطل احد مصادر الغاز في دولة جار. طبعا كل الناس فهمت لو كانت دولة عادية كان هيقول الأردن السعودية، لكن هو جار ديت جار السوق اللي هو إسرائيل. مظبوط. انما للتوضيح اللي بيخلي مصر تستورد من اسرائيل هو يعني العرض ان ده هيكون ارخص، لان احنا في انابيب كنا بنصدر الغاز اليها في التسعينات على ما اذكر ايام الرئيس مبارك، الغاز موجوده بقت الغاز ياتينا من اسرائيل على اساس ان احنا نسيله ونبيعه، محتاجين خدمه تسييل، ففي مصلحه مشتركه. انا لا ابرر بس انا بقول هو ده الوضع. مظبوط. فهل اسرائيل بقى تعطل ده كده قضاء وقدر؟ هل هم بيضغطوا لاي اسباب تتعلق بسياسه؟ الله اعلم، لكن هذا هو السبب يعني. طيب انا لانه برضو التفاصيل كثيره، انما حضرتك بتقول عشان يبقى اللي بيتابعنا من الاول ان كان هناك تشخيص خطا،
وان التشخيص الخاطئ ده ادى الى ان احنا نقول عاوزين بس مساعدات وهننطلق. جاءت المساعدات، ذهب الجزء الاكبر منها لانقاذنا من التعثر عن السداد او الافلاس، وعادت المشكله كما هي لان الاسباب لم تعالج. انا عارف ان احنا اتكلمنا عن الاسباب عده مرات، هل يمكن ان نذكر الناس في نقاط الاسباب التي تجعل مصر تخرج من ازمه لتقع في ازمه؟ اول شيء طبعا يعني هنا بنميز بين المتغيرات النقديه والماليه في الاقتصاد والاقتصاد الحقيقي. المتغيرات النقديه والاقتصاد امور تتعلق بسعر الصرف، سعر الفايده، المعروض النقدي، كميه النقود، وسائل التعامل مع كل هذه المتغيرات، وايضا الضوابط اللي ممكن تكون قائمه بين الداخل والخارج في مجال هذه التدفقات، سواء كانت تدفقات مالية أو تدفقات سلعية. عظيم. ده الجزء اللي هو بنسميه كله تحت عنوان كبير إدارة الاقتصاد الكلي، كويس كده، ماكرو مانجمنت أو ذا يكون. هذا موضوع مهم جدا لسبب بسيط، لأنه هو المدخل إما لتأمين استقرار الوضع الاقتصادي أو يفتح أبواب صعبة جدا في اتجاه عدم الاستقرار زي ما شوفنا في التجربة. يعني فلو انت يعني هتضطر تسيب سعر العملة يتهاوى زي ما شوفنا بيزلزل اوضاع كثيرة جدا. مظبوط. لما تعرف ترفع سعر الفايدة نفس الشيء، وبالتالي استقرار الاقتصاد الكلي سواء فيما يتعلق بالاسعار الرئيسية، سعر الصرف، سعر الفايدة، عرض النقود، عجز الموازنة العامة للدولة، كل دي تدخل تحت العنوان الكبير إدارة. هنا عندنا يعني أشياء لابد أن ننتبه إليها جيدا. هذه الأشياء هي الآتي. ممكن نقولها بس ببساطة لأننا الآن حضرتك بتعرض الفكرة، هي الفكرة واضحة وتمام، بس أنا يعني أستأذن حضرتك بأبسط حاجة نشير إليها، يعني بأبسط طريقة ممكنة، يعني ممكن اللي راجع، إحنا بصراحة اتكلمنا كتير مثلا، ممكن اللي راجع الحلقات السابقة وأنت يعني تشيروا للناس. لا أنا حابب نقولها بس أقصد أقول يعني أنت عندك بصراحة نظام للصرف غير سعر الصرف، ده من الاقتصاديين بيميزوا بين سعر الصرف اللي هو اكسشينج ريت ونظام الصرف اللي هو اكسشينج ريجيم. فرق كبير جدا. نظام الصرف هو الطريقه اللي بيتحدد بها سعر الصرف، ده الموضوع كده ببساطه. فلما اقول مثلا حاليا 48 جنيه لكل دولار امريكي، ده سعر الصرف. الاليه اللي بتحدد بيها اللي هو نظام الصرف اللي انا مش عاجبني وطالما طلبت بتاعته بقول دي مناسبه لراجع الموضوع، انه البنك المركزي بيحدد سعر واحد في الواقع اللي هو سعر الجنيه ازاء الدولار، الباقي كله مشتقات منه. بالظبط كده. طب واحد يقول لي طب وايه اللي مش عاجبك في انه دي مساله مريحه جدا، انا بعمل حاجه واحده بدل ما اعمل مع كل حاجه. المشكله انه مع حركه اسعار الصرف وحركه اسعار السلع في الداخل وفي الخارج بيحصل اذا ما كانش اللي بيدير الموضوع منتبه خروج الامور عن نطاق الاتزان ويفقدك التنافسيه بتاعتك، فتكتشف انه سعر صرفك تجاه منطقه تجاريه مهمه ليكن مثلا في حالتنا الاتحاد الاوروبي او الصين خرج عن الاتساق، او الصين خرج عن الاتساق نتيجه لانك رابط نفسك بالدولار وعلاقه الدولار مع الكيانات دي ارتفع مختلفه عن علاقتك انت. بالظبط كده. دي الفكره باختصار شديد. ايه الحل؟ بسيط جدا. يعني اما المفروض تعمل ايه؟ تتكلم على حاجه اسمها سعر الصرف الفعال، وعن طريق الربط ليس بالدولار الامريكي انما بسله عملات تقولها. واذا يا عم مش عايز تشتغل ولا توجع دماغك انا هقول لك حل بسيط. في وحده حسابيه اسمها وحده حقوق الصاحب الخاصه، دي اللي صندوق النقد الدولي بيجري على اساسها كل حساباته ومعاملاته. زين؟ يعني لان احنا اتكلمنا عن القصه دي قبل كده وسوف اضع لكم رابطها، وممكن نبقى نخصص لها للتكنيكاليتيز حلقه لاحقه اذا اذن الدكتور يعني. فالخلاصه انه اول خلل الدكتور بيعيد الحديث ويذكر المسؤولين عنه في مصر ان هناك خلل من وجهه نظر الدكتور جوده،
واقتصاديين آخرين إن إحنا أسرى الدولار، ربطين نفسنا بالدولار رغم إن هي ليست الكتلة الأساسية. يعني ممكن السعودية تربط نفسها بالدولار أو الإمارات، ولو إن ابتدى يعني المعاملات التجارية تميل إلى الصين أكثر، لكن مفهوم. لكن إحنا العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة ليست لا هي لا مش بحجم علاقتنا لا بالاتحاد الأوروبي أو بالصين، فهذا بيؤدي إلى خلل. اتنين، بعد إن إحنا عندنا مشكلة في طريقة تحديد سعر الصرف، عندنا مشكلة في سعر الفايدة، دي رقم اثنين. وده لسبب بسيط جدا، إن أنا مش عندي خلل مالي عايز أسده بأي طريقة وبأي تمن، ففتح الباب لرؤوس الأموال الساخنة عشان تيجي. وبقرار المسؤولين سابقا احنا تكوينا من الموضوع ده، عنينا تدفق في اتجاه العكسي خروج. فالفكره كلها نحن لن ننادي باغلاق الباب كليه في وجه رؤوس الاموال الاجنبيه، وانما نطالب بضبط حركه رؤوس الاموال، عشان وانا كبنك مركزي بدير سعر صرف العمله اقدر اعمل ترتيبي انه مش هنام واصحى الاقي في خروج جماعي لرؤوس الأموال نتيجة. وهنا بذكر الاقتصاديين بقى اللي هم محترفين بيسمعونا حاجة اسمها الثالوث المستحيل. مصر وقع في الواقع في بنتكلم احنا في المنطقة في على كوكب الأرض اسمها مثلث برمودا، فبشبه الثالوث المستحيل في الاقتصاد، هي دي مثلث برمودا بتاع الاقتصاد. اللي يدخل في المنطقة دي ما يسلمش أبدا، عارف اللي هو يبقى عايز عين في الجنة وعين في النار، عايز يتحكم في سعر صرف العملة وعايز يسيب الباب مفتوح لرؤوس الأموال الأجنبية، وعايز يبقى عنده سياسة نقدية مستقلة. استحالة. ده الوضع الحالي. لو تبص لمصفوفة السياسة بتاع مصر في مجال الإدارة الاقتصادية الكلية تجد يكون كده، يعني عايز يحافظ على استقرار الجنيه، وعايز يخلي الباب مفتوح على إسرائيل ورؤوس الأموال الأجنبية، ويبقى عنده سياسة نقدية مستقلة. اتضح بالتجربة إنه لا، لما البنك المركزي الأمريكي لما يرفع سعر الفائدة ده لازم البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة. أدي معنى إن ما عندناش استقلال نقدي. أنا أستأذن حضرتك علشان حضرتك تحلق عاليا وأنا حسب الغلبة اللي زيي. أنا آسف جدا يا جماعة. لا مش آسف، حضرتك بتقول أفكار حلوة بس انا عندي التزام تجاه الناس، لان انا ما بفهم. لا مظبوط، انت لولا ان انت بتغششني بره في الدراع اليمين. ربنا يخليك يا سيد. ربنا يخليك على دكتور. ما فهمته انه انت حضرتك بتتهم او تاخذ على الحكومه الموجوده حاليا وحكومات سبقتها سوء اداره الاقتصاد الكلي في مصر. صحيح. كلمة الاقتصاد الكل ديت إذا بسطناه بنقول إن في خلل، لأن في أسعار كلية الطماطم تعلى ترخص مش قضية، يعني مزبوط. إنه البطاطس أي سلعة دي أسعار تروح تيجي يعني. صحيح. إنما في أسعار حاكمة. دي الأسعار الحاكمة دي لازم الحكومة تكون واعية ليها، بيسموها ناشنال بارامترز. مظبوط. ناشنال بارامترز دي الحكومة لازم تديرها بدقة علشان أداء الاقتصاد بقى، المصانع والمزارع والخدمات تستقيم. فالدكتور جودة بيقول الخلل الذي يراه بداية والحكومة يجب أن تنتبه إليه أن تعيد النظر في طريقتها في إدارة الاقتصاد الكلي. مثال رقم واحد، سعر الصرف هو يعتقد أنه خاطئ لأن مصر ربط نفسها بدون مبرر بالدولار، يجب أن تربط نفسها بسلة عملات، وإلا هنجد نفسنا طالعين نزلين مع الدولار بدون سبب. ولازم نربطه بعدة عملات. واحد، سوف أضع لكم حلقات سابقة وسوف نناقشه بالتفصيل في حلقات اللاحقة. اثنين، سعر الفايدة. سعر الفايدة في مصر الدكتور جودة بيقول هو مرفوع في مصر لأسباب لا علاقة له بما يعتقد الناس. ماذا يعتقد الناس؟ وصححني، أنا شخصيا في كتاب سلاح التلميذ بتاع الاقتصاد كنت فاهم اتقالي حكومة بتيجي عاوز ترفع سعر الفايدة لأن التضخم إذا كان نابع من عندها الناس معاها سيولة كتير، فبترفع سعر الفايدة فبتسحب السيولة من الناس فما يبقاش فيه فلوس فيقل الطلب ينخفض الأسعار، أو تخفض سعر الفايدة علشان الناس تقترض وتشتري سيارات وتبني مصانع فيحصل انتعاش. حضرتك بتقول لي قد يكون هذا اعتبار، لكن الاعتبار الأساسي ملوش علاقة بكده خالص. وعايز أقول بقى أنه محتاجين طبعة جديدة من كتابة سلاح التلميذ. معنى إيه؟ لو طبعا، لأنه ده مبني على نظرية معينة في تفسير التضخم، ألا هو التضخم ناتج عن
زيادة الطلب الكلي بالقياس إلى العرض الكلي. فأنت عايز تهدي الأمور فتخفض الطلب الكلي، ماشي. ولكن اللي أنا بقوله طبعا جديدة من كتاب سلاح التلميذ، إنه التضخم عندنا طبقا للدراسات الرصينة بيعود إلى عدة أسباب، واحد منها زيادة الطلب الكلي وليس هو أهم الأسباب. خلاص؟ إنما أهم الأسباب بالترتيب، بالترتيب عندك سبب بنيوي في خلل فظيع في هيكل الإنتاج، وعندك عيب مؤسسي في تنامي الاحتكارات وخروج عن السيطرة. كويس كده؟ مثلا أديك مثال، يعني تاخد خد سلعة معينة اللي هي ممكن يعني ما تدخلش قوي في التجارة الدولية، البيض مثلا. لما تقارن سعر البيض، بيض المائدة أنا بتكلم، مش بيض بتاع التفريخ. أنا سألت أصدقاء في منهاتن في نيويورك، وطبعا كل الناس عارفة يعني إيه منهاتن في نيويورك، يعني مش مكان مثلا في الهامش. لما تيجي تستخدم سعر الصرف وآخره، لو ممكن جدا ما أنا عن طريق مراجعة سعر البيض بين السوق هنا وهناك أعمل أرباح كبيرة، بس المشكلة إنه البيض مش سهل إن أنا أروح أجيبه من نيويورك وأبيعه هنا. إنما بالنسبة للي قاعد في نيويورك، يعني لو مصري سافر نيويورك وقعد فترة أو واحد قاعد، بيدفع ثمن أقل بالمعيار المطلق في سعر البيض. دي لا يمكن تفسيرها لا بتكاليف الإنتاج ولا بانه عندي طلب زائد على البيض، لان ده مرتبط بعوامل، يعني الناس مش فجاه كده الطلب على البيض، ما في اعتبار انه واتكلمنا قبل كده السوق بتاع الدواجن ومنتجاتها ومنها البيض سوق خارج عن نطاق السيطره ويحتاج الى تنظيم، واتكلمنا المساله عندها عنوان بسيط يتحط في كتاب سلاح التلميذ بتاع الاقتصاد، اللي هو ايه؟ اللي هو تنظيم الاسواق، ماركت ريجوليشن. ده من الامور اللي بتدرس في اعتى الجامعات في امريكا، مثلا كعبه الرأسمالية، ماركت ريجوليشن، في اسس لتنظيم الاسواق، في بعد سياسي للموضوع ده يعني نتكلم، انما دي نقطه. النقطه الثالثه اللي هي الخلل في بنيه الاقتصاد، وبمعنى انه زياده الاعتماد او الاعتماد المفرط على الخارج في مستلزمات الانتاج. فلما نتكلم على الدواجن، نتكلم على علف الدواجن، كويس كده؟ علف الدواجن، علف الدواجن بيستورد من الخارج بنسبه قد تصل الى 80، ربما اكتر من كده في الريف. ده محتاج لسياسه عامه، يعني انا اعتقد ان لو الامور بايدي مش مستعصي على الاطلاق ان اشوف حل منطقي وعملي لهذا الموضوع، بحيث ان انا اهدي الامور. وموضوع الاحتكارات ده موضوع كبير جدا، بنقول انه اوكي لابد تمتص السيوله زائده، ماشي، تبقى لكتاب سلاح التلميذ طبعا قديمه، انما لابد ايضا ان تنتبه الى الخلل في بنيه الاقتصاد وتعالجه، ومنها موضوع زي حاجات حاكمه برضه زي سعر العلف، سواء العلف للدواجن او للحيوانات، لانه ضاغط على جبهه الخبز على فكره. طبعا وتحل مشكله الاحتكارات. مشكله الاحتكارات تحتاج بالدرجه الاولى الى اراده سياسيه كده على بلاطه، يعني عشان بس ما نلفش وندور حوالين النقطه. اوكي، تعمل الثلاثه دول يبقى بتعالج الثلاثه دول، سعر الصرف، ايوه، سعر الفايده، ضبط سعر الفايده، ورقم ثلاثه تاخد الاختناقات في مجال سلاسل التوريد بايجاد حل لها عن طريق التخطيط. مش مشكله، تمام. ده رقم ثلاثة؟ اللي هو الأغراض البنيوية. أوكي؟ تمام. نقولهم تاني ولا إيه؟ لا أقولهم تاني. طيب. سعر الصرف خلاص واضح. واضح. هي عملية فنية بس بالنسبة للناس معناها إن سعر الصرف ما يرتبطش تحديدًا بالدولار، وبالتالي نطلع وننزل مع الدولار بدون مبرر، ده واحد. أوكي. اتنين، سعر الفايدة أنا هوضحه بطريقة أبسط شوية للناس، وده يمكن يتحل جزئيًا كمان بموضوع إنك تخلص من ثالوث المستحيل. هرجع له. لو عملت دولار. حضرتك بتقول سعر الفايدة الآن مبالغ فيه، مرتفع جدًا. ومعوق نشاط إنتاج. طبعًا معوق. أنا لو عاوز استهلك، عاوز اشتري سياره مثلا، واحيانا السياره تبقى ضروريه، يعني ما اقدرش اشتريها لانه سعر الفايده مرتفع جدا. عاوز ابدا مصنع، ما اقدرش اشتريه لان سعر الفايده عالي جدا. حضرتك بتقول سعر الفايده ده مرتفع لاسباب ما لهاش علاقه قوي بالمفروض اللي كان بيتدرس في سلاح التلميذ ده، لاسباب تتعلق بان الدوله عاوزه تجيب تغري الناس بان هم يستثمروا في
يقرضوها يعني بسعر فايدة عالية. رقم ثلاثة، رقم ثلاثة هيكل الإنتاج نفسه، في فجوات متعددة في مناطق حاكمة في هيكل الإنتاج. هنا عشان اللي بيتابعنا يعرف إنه وأنا بأي اقتصاد هو بينتج في عمليات خدوهات بين الصناعات المختلفة. مثلا الزراعة تنتج قطن وتديه للصناعة، كويس كده مثلا يعني. أو الطاقة المناجم والتعدين تنتج حديد خام وتديه للصناعة تحول وهكذا. هنا المقصود ما تيجي تاخد مثلا لو خدنا مثال صناعة الدواجن، انت عندك ما عندكش طاقة انتاجية معتبرة لإنتاج الأعلاف ومستلزمات الأعلاف. من أهم مستلزمات الأعلاف الذرة الصفراء وصويا، فول الصويا، كويس؟ في بدائل لده وفي بدائل لده بالمناسبة يعني. وبالمناسبة كنت بتكلم مع واحد من الاقتصاديين الزراعيين وقال له والله خلي بالك مش بس أخلط القمح بالذرة عشان أنتج الرغيف بتكلفة أقل، إنه ممكن أخلط القمح بحاجة تانية اسمها محصول درني مهم جدا بينتج في أفريقيا جنوب الصحراء، والبيئة الزراعية المصرية مهيئة تتيح إنتاجه والإنتاجية بتاعته عالية جدا. هفتكر الاسم بتاعه واحنا بس 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 البوتوم لاين ايه يعني؟ حضرتك بتقول انه نتيجه انه ان الاختناقات اللي هي عامله لي صداع، زي مثلا ان انا يبقى عندي نقص في النادي الاجنبي يتوقف انتاج استيراد مستلزمات اعلاف فترتفع سلعه البيض والفراخ وكل ده يجر معاه حاجات كتير جدا. فعايز اقول ان انا اقدر الاقي لها حل بتظبيط هيكل الانتاج، يعني استثمار استراتيجي في صناعه او اتنين يحل لي مشاكل كتير في هذا الايه في هذا المجال. طيب انا عاوز استاذن حضرتك قبل ما اسالك سؤال اخير، انه انا اوضح لان حضرتك قلت كلام مهم جدا، بس فيما يتعلق كان الجزء الاكبر يعني اللي ممكن يحتاج الى خلفيه شويه هو سعر الفايده. فانا كنت بستأنف الفكره لغير المتخصصين ان حضرتك بتوضح مره تانية ان سعر الفايده في مصر اللي هو اعتقد 27.5 تقريبا حاجه زي كده، سعر عالي جدا. وزي ما كنت بوضح وحضرتك يعني استأنفت مزيد من الإيضاح، أنه سعر الفايدة ده الهدف الأساسي منه للحكومة أن هي بترفعه، لأن هي ترغب في أنه تغري من المضاربين أو المستثمرين في إقراض الحكومات أن يأتوا فيقرضوا الحكومة بالدولار وبالاسترليني ولا باليوان ولا بأي حاجة يعني. بس خلك بالك بقى لما تقرأ الوثائق الرسمية ما بتقولش الكلام ده. الوثائق الرسمية مين اللي بياخد قرار سعر الفايدة؟ البنك المركزي. لما تقرا اي بيان للجنة السياسات النقدية اللي هي بتاخد القرار برفع سعر الفايدة بيتكلم على حاجة تانية خالص، يقول لك ايه؟ لمحاربة التضخم. يعني هو رفع سعر الفايدة ده عودة إلى نظرية في تفسير التضخم على إنه ناتج عن زيادة الطلب الكلي. احنا قلنا إن النظرية دي ناقصة، هو جزئيا وليس هو أهم الأجزاء. زيادة الطلب الكلي فعايز تمتص السيولة زائدة، وسعر الفايدة هو أحد الأدوات وليس الأداة الوحيدة بالمناسبة. ما خلينا نخلص تمام. بالإضافة إلى هذا هناك المشكلة في هيكل الإنتاج اللي احنا اتكلمنا عليها، اختناقات لابد من فكها وممكن فكها من خلال التخطيط والتدبير السليم. نمرة ثلاثة الموضوع المؤسسي والسياسي اللي هو مكافحة الاحتكارات. لو انت سألتني التضخم في مصر يتوزع ازاي على المصادر الثلاثة دي بنسب، هقول لك بضمير مهني مستريح. 20% للسيولة الزايدة اسباب الارتفاع. 20% ارتفاع الاسعار يعني. ايوة تضخم يعني خلانه. السيولة الزايدة اللي هو سعر الفايدة هيمصها تمام. ومن 30-40% الـ80% اللي باقية تتقسم منصفة بين الاختناقات في هيكل الانتاج وبين الاحتكارات في الأسواق. الدكتور يقصد يقول مرة تانية أنا عندي ارتفاع في المتوسط العام للسلعة اللي هو التضخم.
هو بيقسموه انه 20% ربما ناتج عن ان الحكومه طبعت فلوس كتيره او في فلوس كتيره نتيجه الاقتراض الى اخره. ما هو المفروض الفلوس ديت لما بيكون بشكل طبيعي بتنتج عن انتاج، الناس انتجت فزادت اجورها، ده ما يعملش مشكله كبيره. انما المشكله الكبيره لما الاموال دي تيجي بدون انتاج، ما فيش سلع وخدمات، فبيجي ازاي ان الحكومه بتطبع فلوس او بتقترض، فبقى في سيوله كتيره، الناس تنزل الاسواق ما تلاقيش خدمات وما تلاقيش سلع. مظبوط يا دكتور؟ او معلش دي نقطه مهمه، لما انت تفرض في تنفيذ طبعا عدد كبير من المشروعات هي دي نتيجه منطقيه، ولكن ده موضوع جزئي جدا، يا يعني اما مره في العاصمه الاداريه، مره في العالمين الجديده، مره في تقدر تتحكم فيه على هذا المستوى المحلي. لكن انت بتاخد تخلق مشكله وتعالجها بعلاج كبير جدا يضر بقى مجمل الناس، ده اللي هو رفع سعر الفلوس. تمام، بس برضه للايضاح للناس، فالتضخم بياتي اذا كان في سيوله كتيره. طبعا. والسيوله دي بتيجي نتيجه ايه؟ اما اقتراض، اما طباعه اموال، او زي ما الدكتور يعني اوضح تاني ان اي حكومه لو توسعت في مشروعات كتيره، مشروعات هتدر، هفترض انها مشروعات جيدة والعائد بتاعها على المدى البعيد، معناها ان لمدة 5 سنين او 10 سنين في مئات الالاف من العمال بيعملوا بيحصلوا على اجر، لكن المشروع ده لم يدر لا خدمات ولا سلع اكتر. أيوة. هي نفس السلع والخدمات اللي موجودة في الاسواق، فطبيعي ان الاجور الجديدة والسلع زي ما هي، يبقى الحاجات ديت هترتفع اسعارها. ده حضرتك شايف ان كل ده تقريبا بيمثل حوالي 20% من اسباب الارتفاع. صح. 80% المتبقيه منها 40% بسبب انفلات الاحتكار، انه معظم السلع في مصر، حضرتك قلت لي معلومه خطيره، يعني معظم السلع في مصر خاضعه للاحتكار. مش حضرتك قلت لي كده؟ معظم السلع الاساسيه والخدمات خاضعه للاحتكار. هذا الاحتكار في جمله مصدره قطاع خاص وحكومه، يعني طبعاً. الحكومه بتحتاج طبعاً. السلع والقطاع الخاص طبعا. رقم ثلاثة بقى اللي بيؤدي لارتفاع الأسعار ولا يجد أيضا علاج هو هيكل الإنتاج. باختصار يعني إذا بسطته، أنه القصة أنه أي سلعة في مصر لما بتيجي تدور بتلاقي أن ليها فيها سلسلة عشان توصل لها. صحيح. أنت أبسط حاجة مثلا عاوز تنتج تلاجة، فأنت ده التلاجة المنتج النهائي، إنما التلاجة ديت ليها أجزاء كتيرة، فبتلاقي الأجزاء الكتيرة دي بتستوردها من الخارج، كلما انخفضت عملتك قدام العملات الخارجية المكونات دي بتغلي قوي المنتج النهائي في السوق. احنا لا نعمق هذا المسألة على مدار عشرات السنوات. طيب يعني بقى اسمح لي سيد يعني أكد على النقطة من زاوية تانية، من زاوية التوازن في علاقاتك مع الخارج، لأنه كتاب سلاح التلميذ بتاع الصندوق الدولي بيقول لي أنا لما أخفض قيمة العملة الوطنية يبقى بدي حافز في شكل زيادة تنافسية الإنتاج المحلي فأقدر أصدر أكتر. هو ده كتاب سلاح التلميذ بتاع الصندوق بيقول الكلام ده. يعني لما تخفض مفهوم طبعا. أوكي. أنا حفظناها. لما ما تمشيش لسبب، لما يكون عندك اعتماد الإنتاج المحلي في قطاعات كتيرة جدا على منتج، على مكونات مستوردة، يعني عندك صناعات تجميع بالدرجة الأولى، يبقى اللي بتكسبه باليمين يضيع منك بالشمال. بضيه لو انا لو افترضت يعني ان انا هنتج في مصر موبايل زي كده مثلا يعني. أي. فالمفروض انه لو الجنيه بتاعي انخفض قدام الدولار واليورو يبقى ده هيشتروا مني، مش هيشتروا المنتج اللي موجود في كوريا. بس الحاصل ان انا عشان اطلع المنتج النهائي. أيوة. ده انا بستورد تقريبا 90% منه، فانا بستورد وانا عملتي قليله، فهيبقى غالي جدا، كده ما تحققش ميزه ان انا اخفض. دي ليها حل، تعميق التصنيع. انا يعني احنا اثقلت على حضرتك، وربما يعني جرعه اقتصاد ثقيله على البعض، أنا لكنها ممتعه. لا بالعكس، انت افدتنا. انا اقصد ان انا عندي مزيد من الاسئله، ولكن استاذن حضرتك يعني نكتفي بهذه الجرعه ونستأنف في حلقات اخرى باذن الله، نجيب فيها على اسئله ونفك شفرات بعد ما استغلق على الاخرين لما يبعثوا لنا الاسئله ان شاء الله باذن الله. جزيل الشكر معالي الدكتور. سعيد بيك والمشاهدين. ربنا يخليك. الله يخليك دكتور، شكرا جزيلا لحضراتكم، ونلقاكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة من سلسلة افكار الاستاذ. الى اللقاء.